أعرف كم أنت حزين أيها الحارس، أعرف كم أنت متعب أيها الحارس، وأن الفجر الذي تنتظر ما زال بعيدا، ولكن حذاري من أن تنام، فالشوارع المضاءة بآلاف المصابيح ما زالت ملأة بالجريمة والزيف والخداع، وعليك أن ترسل كل شيء بكثير من الحذر. لك أن تغني أغانيك الحزينة طوال الليل، ولكن إياك أن تنسى أنك مسؤول عن كل هذا العصر، وربما سيطلب منك النجدة. إذن لماذا أنت حزين ومتعب أيها الحارس أيها الشاعر؟ سئل أو ربما قيل لأرسطو أن فلانا من الناس عاقل، فقال إذن فلن تفرحه الدنيا. ولعلني لحد ما كنت واحدا من عقلاء أرسطو، فثمة ألم كبير في العالم وثمة حزن كبير، وأن من مهم مهمات الشاعر أن يدرك هذا الألم وأن يعايشه وأن ينتصر عليه في نفسه وفي إغراء الآخرين على الانتصار عليه. من هنا فأعتقد أن الحزن شيء أصيل في عمق الإنسان الشاعر. ولهذا ابتدأت خطوتك بالخفقة الطين؟ هكذا بدأتها، وكان الحزن يكبر بقدر ما أكبر أنا معه. كان حزنا في يوم ما صغيرا يتعلق باثنين يتطلع واحدهما في عين الآخر، ثم عندما تجاوزت خفقة الطين لم يعد ذلك الحزن الصبياني الصغير، كان حزنا أكبر. كان حزني على مدينة بغداد في أعوام التي تلت الحرب، كنا نرى أشياء كثيرة ونتألم لها ونريد لبغداد أن تنتصر عليها، فكان ديواني الثاني أغاني المدينة الميتة. ولماذا كبرت الدمع؟ في البداية كانت دمع الطفل دمعة صغيرة، وإذا بها تمتد بحجم السماء العربية لتصبح دمعة قاسية. لأنها في الدمعة الأولى كانت دمعة الطفل، دمعة الطفل بلا شك تحمل شيء من الألم، ولكن دمعة الرجل هي الدمعة القاسية، هي الوعي بالمسؤولية. دمعة الطفل تريد الحماية، أما دمعة الرجل فهي الغور البعيد في إحساسك بمسؤوليتك تلك التي قرأت عنها هنا وأردت أن أتأكد فيها. كانت دموعي بعد أغاني المدينة الميتة دموع رجل تؤلمه أو يؤلمه مصير الإنسانية في غير مكان من العالم، بالإضافة أو بالدرجة الأولى ما نحن نعيشه كنا آنذاك في وطننا العربي. لكن لماذا استطعت أن توائم ما بين الدمعة والوعي الشعري؟ كيف استطعت أن تربط إلى هذا الحسن العفوي الفطري هذا التركيب المعقد في شعرك؟ أنا لا أقول تركيبا معقد، ولكن أقول مزاوجة صراعية، أي كما قلت تناقض أو وحدة التناقض. كنت أعيش الواقع من خلال تطلعي، وهنا يبقى الأمل أساسا في قصائدي رغم العتمة الموجود فيه. من هنا كنت مع الناس، كنت مع تطلعهم، كنت مع رؤيتهم إلى مستقبلهم وحثهم لخطاهم نحو هذا المستقبل، ولكن في ذات الوقت كنت أصور هذا الواقع المؤلم وعايشه وأتألم فيه وأتمزق، ولكن دون أن أخون تطلعي لمستقبلي. من هنا ظل في شعري الصراع يشكل أساسا في القصيدة الدرامية.